يسعد صباحكم لمشاهدينا عبر شاشة الام تي في، بحييكم وين ما كنتوا عم بتابعونا بلبنان وبكل انحاء العالم. وشو ما كانت مشاريعكم لليوم، بتمنى لكل واحد منكم نهار موفق بعيد عن المشاكل وبعيد عن المتاعب. واذا الوقت بيسمح لكم نحن ندعيكم حتى تمضوا معنا حوالي 4 ساعات ونص من الوقت الممتع والمفيد ضمن حلقه جديده من ام تي في الايف. امبارح انا وعم حضر حلقه اليوم مشاهدينا لفتتني قصه هزت الشعب البرازيلي، حبيت خبركم اياها لانه هي بالفعل عبره لكل واحد منا. احد اهم واغنى رجال بالبرازيل اعلن مؤخرا انه ناوي يدفن سيارته المفضله وهي البنتلي اللي قيمتها حوالي 1 مليون دولار امريكي، والسبب هو انه حتى يكون في سياره حلوه ناطرته بعد وفاته، حتى يسوق سياره حلوه على الموضه ما بعد الحياه. اكيد هالقرار المجنون لفت انظار كل وسائل الاعلام اللي معظمها كانت سلبيه، كلهم انتقدوه على هالقرار لانه هالرجل الغني قرر يدفن حوالي 1 مليون دولار تحت الارض بالوقت اللي البرازيل بتعاني من نسبه فقر كثير عاليه، وكان ممكن يتبرع بهالسياره وبقيمتها لجمعيات خيريه. فطبيعي انه هالقرار يصير غضب الشعب البرازيلي. نهار دفن السياره وقبل ما ينزلوها تحت الارض قال كلمه صاحبها وقال او اعلن انه ما راح يتم الدفن، وشرح انه هالمبادره كلها كانت مجرد مبادره حتى يوعي الناس حول اهميه موضوع وهب الاعضاء. قال انه الشعب البرازيلي كله غضب منه لانه قرر يدفن 1 مليون دولار تحت الارض بالوقت اللي كل يوم عم تندفن اشياء وامور اهم بكثير، امور ما لها ثمن مثل قلوب، عيون، رئه، وكمان كثير غيرها من الاعضاء السليمه اللي ما لها ثمن، ولو كان هالاعضاء انوهبت كانت انقذت حياه عدد كبير من الاشخاص اللي ناطرين بكل بساطه ما عندهم وقت. مع الفكره المجنونه والمبادره الرائعه حبيت ابدا حلقتنا اليوم من ام تي في الايف. تينا شو رايك بهالقصه؟ كثير مجنون، فظيعة، مجنون، أناني، يمكن هيدا مفكر إنه بعدين رح تكفي حياته بغير مكان رح يستعمل هالسيارة، ولكن القصة كلها كانت بس حتى فكرة مجنونة، أكيد مجنونة، حتى بس يلفت نظر الشعب والناس حول أهمية وهب الأعضاء، قديه نحن كلنا عم نكون أنانيين بالنسبة لهالموضوع، أعضاء سليمة وممكن تنقذ حياة أشخاص كثار عم تندفن تحت الأرض اللي هي ما لها ثمن. يعني مشكله كل بني ادم لولا انه الواحد ما بيحس بالصخر ما بيحس بالمشكله الا تتصيبه للاسف لما يلمسوا هالموضوع. فهيدي طبيعتنا. صحيح صحيح، ولكن كثير مهم انه اشخاص بهالاهميه واشخاص يمكن يكون لهم تاثير كبير على المجتمع ومحيطهم يقوموا بهيك مبادرات، حتى ولو تلقى بالبدايه انتقادات كثيره، ولكن بالنهايه هو رجل عنده روح انسانيه كثير كبيره ومنهمية على هالمبادره. صحيح. مع هالفكره الحلوه ان شاء الله تكون هيك نكون اخذنا عبره منها. خلينا نبدا اخبارنا بي اب تو ديت، اخبار من لبنان والعالم، اخبار طريفه واخبار جديه اكثر. نبديها انا وتينا بام تي في لايف، خليكم معنا. أول خبر بي اب تو ديت مشاهدينا خبر محلي وعن الملفات الساخنة اللي هي حديث البلد مؤخرا، وكل ما تجينا مصيبة أو تنكشف مصيبة بتتدحرج وراها مصيبة أكبر كمان بتصدمنا وبتفاجئنا، وأبرزها حاليا الإنترنت غير الشرعي، الفساد بقوى الأمن الداخلي، فضيحة الإتجار بالبشر وصولا للمصارف السرية لبعض الأجهزة والمؤسسات الرسمية اللي كلفت الخزينة مليارات اللي اللبنانية. امبارح كان الحدث الأبرز الجلسة الصاخبة للجنة الإعلام والاتصالات، وزير الصحة وائل أبو فعور كان ضيف هالجلسة النيابية اللي انعقدت امبارح وخصصت للبحث بملف الإنترنت غير الشرعي. كان بارز أول فعور أثناء الجلسة كيف ممكن نجلس مع متهم على نفس الطاولة، وهون عم بدل أكيد كان على عبد المنعم يوسف، ورد الأخير أنا مني متهم ولا مشتبه فيه وما إلي علاقة لا من قريب ولا من بعيد. يوسف ما كمل اجتماع الجلسة لأنه أخرجوه بطلب من الوزير وائل أبو فعور.
مع انه وزير الاتصالات بطرس حرب اصر على انكار هالامر، واذا كان عبد المنعم يوسف قادر على مواجهه السلطه النيابيه ما راح يقدر يزمت من الشعب اللبناني اللي ناطر حتى لاسقاطه فعليا بالشارع وبعد ما سقط معنويا بالاعلام. فبدعوة من المنظمات الشبابية بحزب التقدم الاشتراكي، حزب الوطنيين الأحرار، التيار الوطني الحر وغيرها، راح يدعو لزبتكم تجمع لحراك للمطالبة بوضع حد لها الفضيحة، الفضيحة الانترنت، وهي راح تكون اليوم الساعة 6:30 المساء أمام مبنى وزارة الاتصالات وسط بيروت. رح ننتقل ما بدنا نعلق على هالموضوع. خبرتك كنت بالبرازيل ورح ننتقل للبرازيل. لما نقول برازيل هالقيمات بنفكر بفيروس زيكا اللي انتشر اكثر شيء بجنوب امريكا، ولكن الباحثين هلا عم بيتوقعوا انه هالفيروس رح ينتقل للاسف لاوروبا وامريكا الشماليه من وراء الاحترار المناخي. فمبين انه من وراء الاحترار المناخي هالحشرات اللي عم بينقلوا هالفيروس رح يتكاثروا اكثر واكثر. بيعتبروا انه هالحشرات في نوعين منهم، في البعوض المصري يلي حاليا النقل الرئيسي لفيروس زيكا يلي تفشى بالبرازيل وكولومبيا والكاريب بنهايه 2014، اكيد كلنا بنعرف انه بيؤدي لتشوهات بالجنين. وكمان في نوع ثاني معروف بالبعوض النمري مصدره جنوب شرق آسيا وانتشر بأوروبا خلال 20 سنة. فبهذا الإطار بيؤدي الاحترار المناخي إلى مفاقمة هذا الوضع، لأنه البعوض بيصبح نائل للعدوى بسرعة أكبر تحت أثر الحرارة بعد إصابته. كارثة، يعني كأنه ناقصنا بعد كوارث من هالنوع. احتباس الحراري ومع ارتفاع الحرارات ومع اقتراب موسم الصيف عم بتفح رواح زبالة عنا أكتر، كمان عنا نحن مشكلة، وعنا مشكلة عم يحكوا فيها صار لهم فترة، مشكلة البرغش اللي ما عم بيرحمنا أبدا لا بالليل ولا بالنهار ولا الكبار ولا الصغار. وهيدي بعد ما قعدنا برا، بعد ما إجا موسم ما بينقعد أصلا برا، ما بعرف الناس كيف عم تقعد بالمطاعم بالأماكن الخارجية وعم بيقدروا ياكلوا حتى بهيك أجواء وبهيك روايح. الله يستر من الآتي، بتأمل بأعجوبة يلاقوا حل لهالأزمات قريبا. ننتقل ونسمع أخبار مثل الخبر اللي راح أخبركم إياه هلا مشاهدينا، وهيك حسرة بقلبنا نقول طب كيف مجتمع وناس عايشين بهيك ظروف، وبينما مجتمعنا وشعبنا اللبناني عايش بظروف متدنية جدا. اسمعوا هالخبرية. هولندا بتمنع بيع سيارات الوقود مع حلول 2025 بمحاولة لدعم مبيعات السيارات الكهربائية. صوت نواب البرلمان الهولندي بالموافقة على اقتراح بيدعي السلطات لحظر مبيعات سيارات الديزل والبنزين مع حلول عام 2025. البرلمان الهولندي وافق على هالاقتراح، ولكن حتى يكون نافذ لازم يصوت عليه مجلس الشيوخ الهولندي. هالقرار ما بيمنع الى حين تطبيقه مبيعات سيارات اللي بتشتغل بالوقود العادي، ولكن راح يفرضوا اجراءات بتصعب بيع هالسيارات مقابل تسهيلات كثيره لمبيعات السيارات الكهربائيه. حسب الإحصاءات مبيعات السيارات الكهربية بهولندا حاليا ما بتتجاوز نسبة 10%، ولكن عم بيشتغلوا على هالموضوع واضح من هالقرار. وشهدت السنوات الأخيرة إطلاق شركات كتير كبيرة بصناعة السيارات مثل جنرال موتورز، بي أم دبليو، تويوتا، نوع من الهايبريد أو هجينة، سيارات هايبريد تشتغل على الكهرباء والوقود بنفس الوقت، بينما شركات عملاقة كمان مثل تسلا قدمت سيارات بتشتغل فقط على الكهرباء. وكمان هيدي بشرة إذا بدك للأوروبيين بالقليلة، على أمل أنه يحسوا على دمهم عنا. إحنا بدنا كهرباء بالبيت بالأول. لا لك قريبا إذا وصلوا السيارات لعنا منضوي الكهرباء بالسيارة ومنقعد السيارة. أبلغت الحكومة الهندية المحكمة العليا يوم الاثنين أنه الهند رح تتوقف عن سعيها لاسترداد المازة كبيرة حاربت نيو دالي عشرات السنين من أجل استعادتها من بريطانيا، لأنها قدمت للدولة المستعمرة السابقة كهدية وما كانت مسروقة. هل المازة كوهينور دايموند، واحدة من أكبر قطع الألماز بالعالم،
توزن 105 كارات، وظلت من مجوهرات التاج البريطاني من 150 سنة، واليوم بتوجد على تاج الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا. ظلت هالألماظة كوهينور موضع نزاع دبلوماسي طويل بين هالدولتين، وقالت الحكومة الهندية اليوم أنه المحكمة العليا رح تتخلى عن هالصراع، لأنه قدمت لبريطانيا كهدية من ملك الهند بسنة 1851. وإذا حبينا تشوفوا هالدايموند فيكن تشوفوها بمتحف تور أوف لندن، احتلت مكانة كحبة حبة على تاج ملكة إليزابيث الحالية ملكة بريطانيا خلال حفل تتويجها سنة 1953. شو قوية هالملكة، واو مسيطرة على كل شيء داخل بريطانيا وخارجها. يسترجوا، بدي اشوفهم عم بيحاولوا يشتوا هالالماظة. انا بقول رح تاخذها معها، رح تعمل مثل الرجل البرازيلي وتنزلها معها. 105 ايرات قلتي لي؟ 105 ايرات، نوت باد. شو بتعمل فيها؟ حلو، خلينا على قد ما الملكة البريطانية قوية، كمان شعب البريطاني منه هين بردود فعله حول قضايا كمان بتمس فيه وأوقات بتمس بصحته، فبسرعة أكيد راح يتصرف ويقوم بمبادرات مثل اللي راح خبركم إياها هلأ. لما الشعب البريطاني بيحط أقنعة على تماثيل الشهيرة المنتشرة بالعاصمة لندن، شو ممكن يصير؟ وهون عم نشوف شو صار. قاموا ناشطين بمنظمة غرين بيس العالمية ببريطانيا ليلة الأحد بتغطية أنوف عدد من التماثيل الشهيرة مثل الأميرال نيلسون، لاعب كرة القدم تيري أنري، للفت الانتباه على قضية تلوث الجو ببريطانيا. تعالوا شوفوا عنا. بلغ عدد التماثيل اللي شملها هذا الحراك 17، وما وفروا الناشطين تمثال الملكة فيكتوريا قرب قصر باكنغهام، وتمثال الرئيس تشرشل قرب مبنى البرلمان بويستمنستر. كانت أكثر المحطات جاذبا للأنظار تمثال الكولونيل نيلسون بطل معركة ترافالغار، وتسلقوا الناشطين على هالتمثال العملاق اللي بيرتفع 52 متر. تصوري قديه جريئين، قديه حابين يوصلوا رسالتهم ونزلوا. بس الحلو رولا انه الامن ما هجم عليهم، ما لانه الساعه 4 الصبح قاموا بهالمبادره، حطوا سياج حديد وزبطوا عليهم مي. اكيد كان عندهم علم، اكيد كان عندهم علم السلطات انه راح يقوموا بهيك حراك او مبادره، ولكن هي اسمها حريه كمان، احترموا نوع من حريه أكيد. المواطن أكيد. وبالفعل هيك صار الساعه 4 الصبح تسلقوا على هالتماثيل العملاقه، بالاخص تمثال الكولونيل نيلسون اللي بيرتفع 52 متر عن الارض. نزلوا من بعد ما حطوا القناع عليه، نزلوا بالحبال، وكانوا ناطرينهم أكيد أجهزة الإنقاذ وعناصر الشرطة اللي حاولوا يوقفون. هلأ الشرطة تصرفت بالنهاية، تم توقيف 8 أشخاص اللي شاركوا بهالأعمال حسب سكوتلاند يارد. وهدف غرين بيس من هالحراك كأنه يلفتوا الأنظار حول التلوث الجوي الموجود ببريطانيا، اللي كمان عم بيسبب الوفاة المبكرة لأكثر من 40 ألف شخص ببريطانيا، و10 ألف منهم بالعاصمة البريطانية لندن. ولندن عندها يمكن أعلى نسبة من الداي أكسيد دازوت، وهو الأعلى كمان وسط كل العواصم الأوروبية، فهالشي أكثر من دافع للشعب البريطاني حتى يدافع عن نفسه ويطالب بحقوقه بالقليل حتى يكون عنده هواء نظيف وبيئة نظيفة. رانتي، المنطقة كثير عزيزة لقلب اللبناني، وبتصور انه هونيك ما في مشكلة زبالة رولا، بليف ات اور نوت، رح ننتقل للنقورة. نوت يت. اي دونت ثينك هونيك في حرام ولا حرام. عاملين كنترول للوضع، منطقة رائعة. بحب الفت نظر انه بحر الجنوب من احلى البحور، ويمكن بعد من انظف البحور بعد عنا اياها جنوب الشمال حتى يعني. بس هلا شكليا هلا مضمون، عم نسمع اخبار هيك تخلينا يعني نعطى الهم. خلينا ننطر ونشوف الخبراء شو بيقولوا. طبعا اليوم مشمس ودرجات الحراره بعدها عم تطلع، اليوم كثير عالي 32، فانا بنصحكم تروحوا على البحر. لا انا ما بنصحكم تروحوا بعد بعد البيت. نشأوا هواء نظيف قدر المستطاع بالبيت. هيدي كانت اخبارنا بـ Up to Date، فقرات عديده بانتظاركم بنكملها بعد هالوقفه القصيره.